حوالك شلون احنا جاي من 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 هذا انه نحن وهو هنيك محبوس والله ربي عبال دخيل. السلام عليكم. اهلين سعيد. ليك ابو ليلى انا حكيت مع مدربي وعدني خير. لك شو مدربك ما مدربك؟ مدربك خرجي اقطعك الشارع من ارني لارني، هي واسطه هاي؟ عم نلقى منا واسطات قد ما بنحسن وما بنمشي الحال. كيف الحل هلا؟ الحل ايوه ومانا غير نحكي مع ابو الملوك والله. الله يديمك ويبدل عمرك يا عمي ابو الملوك ما راح انسى لك شغلي. تمام شوف قال مشي الحال بيمشي الحال هو ايه قوم يا رجل على وليد يا وليد تاع حبيبي تاع الله يرضى عليك معلم دير فرق ما عندي اصلا انا وعمك سعيد مشوار بس قوم يلا لك لوين لك لعنده لك ليش هذا بيطلع بايده يطلعوا لابو جانتي من السجن لك شبكك سعيد هذا ابو الملوك لا شوفه مصافي مال هيك بس بيعجبك تعال معي تعال شوفير تاكسي وقفته وحده قالت له بدي اروح على الصافيه قال لها روحي بس لا تطولي الله عليك يا ابو جانتي نمجي منك هذا يعني شو شايف ابو جانتي قاعد بالصدر ليش ما دريت اتغيرت الوزاره سيدي سكرت امك ولا انت وياه ابو جانتي مخلص شرفوا خير رئيس المخفر بده يشوفكم حلو فرجت معناتها تدخلت السلطات العليا يلا ادعوا لنا شباب الله مع السلامه يا ابو جانتي الله يسلمك قوم انت قوم قوم يلا شرف قوم شباب ابو جانتي جايين يلا ماشي يا اندال انت وياه اهلي ابو الملوك نورت والله منور بوجودك يا سياده المقدم الله يخليك ترام سيدي متهمين ناخذ لنا جوا على راسنا الحكومه والله اهلين بمعلمي بتاج راسي ابو الملوك اهلين ابو جانتي ليش معذب حالك معلمي ولو يا مخلص احكي لي شلون سرقت اغراض الشرطي سيدي والله مو انا هو إيه بس الشرطي تعرف عليك انت مزبوط انا اللي سرقت بس هو اللي وزني سيدي هلا ابو جانتي هو اللي وزعك تسرق الشرطي ايه والله سيدي مخلص انا اللي وزيتها ابو جانتي ما بيعمل ناقصه اسمع لك انا كنت بالتاكسي انت نزلت لعند الشرطي بعدين انا شو بدي بدفتر المخالفات والعصاي يسرقوا لك احكي الصدق ابو جانتي صفحته بيضة عنا بس انت لك 10 صفحات سود ورح نزلك اياها بسجلات جينيس كمان مزبوط سيدي بس يعني هلا شو بدنا بالقديم نحن عم نحكي عن هلا سيدي يعني ما بدك تعترف عم بعترف قدامك سيدي بس يعني مو لحالي كنت والله العظيم طب انت كيف تعرفت على ابو جانتي وين وشلون راكب سيدي راكب مثله مثل اي راكب يطلع معي بالتاكسي هاي اصلك يعني انت ما بتعرف ابو جانتي من قبل يعني ما في شيء سرقه تانية مثلا اعوذ بالله سيدي شو سرقه تانية بعدين ابو جانتي شكله معدل ايه بعرضي معدل ايه بس هو اللي وزعك تسرق الشرطي خذون يا ابني يلا ابدأ معلمي انت بتعرفني انا بريد ما هي ابو جانتي معيتك يعني